يا نوابنا انتوا يا النواب عليكم الله يحلفكم بالانبياء والاولياء. شوفوا معانا عند العوائل الله اكبر ولدنا راح يروحون يموتون بالكورونا. انتم مو كلكم لابسين اقنعه وقاعدين جوا التبريد وتخافون تطلعون. ايش حال ولدنا اللي هسه مثل السردين ناس فوق ناس. يا ناس حسوا سيد القاضي سيدي داخل عليك وعلى الله امشي عليك الله انصفنا احنا سيدي انصف عوائلنا اولادنا راحوا ضحيه. الله اكبر الله اكبر الظلم ظلمات بيوم القيامه اولادنا تحت رحمه الجلاد. ابنك تلوه وعذبوه هسه مريض بالسجن شو بنعرف عنه؟ عذبوه حسبي الله ونعم الوكيل ¡Gracias!
Thank you.
Thank you.